كان يدير غير عاوني ولا انا اليوم لحقاش راني معروف تما وراني نجمه في فرنسا. انا بعدا عندي عمر فرنسا ما كانت حسن من المغرب، ما عنديش بزاف مع لي سيتكوم من وريت له واحد في دوك الدراري ما حافظش، كانوا الناس يقولوا انت ما تعرفش اختيك هذا العمل هذا ماشي ديالك. هو عبد الرؤوف الله يرحمه كنحسو بحقره، انت غير مغربي ما كتعرفش ما تعرفش دير والو. مكرهتش صراحه مكرهتش، الحمد لله اليوم الان كان رشيد الوالي كيعيط لي بزاف لي بروجي ديالو، وان شاء الله انا ما غاديش نبلع ولا نو كونتخير. الحمد لله الا كان دي سيناريو ولا دي بروجي د فيلم غون بليزير. وانا لا 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 الحلم ديالي شي نهار كل مخرج شي فيلم اللي غادي يتعمل هنا في المغرب. انا درت بعدا لعبت مع رشيد في الفيلم اللي نهار زاد تفضوا، لعبت مع سعيد الناصيري واحد الفيلم سميتها ماروكان ا باري. الحمد لله ان شاء الله يكون هذا الشيء، يكون هذا الفيلم تاع الطابع هو اللي، لان كان شحال من واحد ما كيعرفش بلي كنهضر العربيه، فهمت؟ صحاب انا غير نهضر غير الفرنسي مع كبرت تما فرنسا. ان شاء الله ان شاء الله هذا الفيلم هذا يكون مفتاح لأفلام أخرى إن شاء الله اللي نقدر نصور هنا في المغرب. سيتكم الصراحة ما تعرضش عليا، و ما عنديش بزاف مع لي سيتكم من نبغي أنا الفيلم السينما. أنا إن شاء الله إلا كتاب أبخي بيان سور الى غدا جا شي واحد بواحد البروجي تاع سيت كوم وعجبني داك البروجي. انا كنخدم بلونفي ماشي بلا بلا نيسيسيتي. انا الا بغيت انا كنبغي نقرا كان خص البروجي يعجبني، خص بنادم اللي غادي نخدم معاه يكون عائلي ويكون حتى هو منشط ويكون فواحد لومبيونس امبيونس زعما تكون امبيونس نقيه. علاش لا صراحه ما نقولش لا، انا كاع ما كنقولش لا. ان شاء الله الى كتاب نكتب شي سبيكتاكل بالعربيه ونلعبوه هنا في المغرب ان شاء الله. ما احنا في فرنسا كان عندنا احنا كبرنا كان بزاف العنصريه، لان احنا كبرنا تما، الاصل ديالنا من المغرب، عرب ديما ومسلمين، وفين ما كنا نمشي فين ما كتمشي باش تدور على الخدمه ولا كي ديما كي شحال كنحسو بحقره، انت غير مغربي ما تعرفش دير والو، فهمت؟ مي اليوم الحمد لله راه كان شحال من الممثلين بحال جمال بحال قاد بحال شحال من واحد حسن الفد اللي مشاو يلعبوا تما في فرنسا. الحمد لله اليوم في النجم في العمل الارتستيك في الفني الحمد لله وني بريزون الحمد لله. صافي هذا الفيلم هذا كول طومبو جوستومون كي الحكايه دياله تاع هاد جدودنا اللي جاوا في فرنسا وماتوا تما وخدموا تم مساكين كافحوا بزاف ديك البلاد، وهاد الفيلم هذا كيحكي هاد الاستوار هادي. وان شاء الله بهذا الفيلم يمكن نقش شويه العنصريه تاع ديك البلاد. لا اليوم لحقاش راني معروف تما وراني نجمه في فرنسا، فورسيمون سي بلو فاسيل بور مو اجوردي. مي كنفكر في ولاد بلادي، نفكر في الدراري اللي كنعرف اللي هما ماشي في الفن وكي باقي عندهم هاد العنصريه هادي وباقي كيحقروهم تما. وانا ان شاء الله الحمد لله كنديروا كاع المجهود كاع في الخدمات كاع، كنكتب انا سبيكتاكل ولا نكتب فيلم كنهضر على هاد الشيء باش هاد الشيء يتبدل. انا بعدا عندي عمر فرنسا ما كانت حسن من المغرب، كاع ملي
عمر فرنسا ما كانت احسن من المغرب. فرنسا فرنسا، المغرب المغرب. الحمد لله اليوم معنا تفتح المغرب وزاد مع لا جونيس وهاد لي بروجي اللي راهم كيداروا. اليوم شوف فيه كتقول سبحان مبدل الاحوال. اليوم كان الناس كيمشيو من يخليو فرنسا باش يجيو يعيشوا في المغرب، هذا راه كنز الهي فهمتي. كان زمان الناس غير دير هكا خصو يمشي لفرنسا، اليوم الناس في فرنسا خصو يمشي للمغرب. والحمد لله هاد الاحوال تبدلوا. تخرجي دروك للشارع في كازا ولا في مراكش ولا المغرب، كاين شي مناظر احسن من ميريكان وحسن من فرنسا، حسن من ميريكان. والحمد لله باقي المغرب ماشي ويزيد، وان شاء الله ان شاء الله يبقى ديما حنا ديما مغرب كي قال الاخر. غير الموقف، واحد الموقف فكاهي صرا في الفيلم. كنا نصوروا في القبور وكانوا الدراري يقراوا القران، وانا كنت مع رشيد نتفرج، كنت في الكومبو مع رشيد، وريت له واحد في دوك الدراري ما حافظش، كان يدير غير ايوا حرقناه مسكين. قلنا انت ماكش حافظ، رجع للور. عجبنا ديك اللقطه اللي صورناها اللي غادي تشوفها في الفيلم، كتجيب الضحك صراحه. انا كنبغي بزاف رشيد رفيق، باسو، ايكو، حسن الفد. الحمد لله اليوم في المغرب هذا الشيء تاع ستاند اب راه صافي، راه تفتح. والحلم ديالي شي نهار نديرو معرض فيستيفال مهرجان يكون للكوميك ماروكان مع لي كوميك فرونسي دوريجين ماروكان، يكونوا جميع في شي مهرجان. لا 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 ما نقدرش، ما نقدر قاش، انا كنمشي كلشي غادي ينجح. ما نقدرش نكون جوري ولا نقول انت احسن من هذا ولا هذا ما يعرفش وهذا يعرف. لا ما نقدرش صراحه، ما نقدرش، ما يخلينيش لان انا بديت هذا العمل تاع الفكاهي في فرنسا. في الاول كاع كانوا الناس يقولوا انت ما تعرفش اختيك هذا العمل، هذا ماشي ديالك فهمتي. وكان يبقى فيا الحال، كل هذا مسكين زعما علاش كيقول لي انا ما نقدرش ندير. نقدر الا خدمت شي نهار نقدر نوصل. ايوا هذا علاش انا ما نقدرش نكون جوج. الا اخترت نقدر اختار ايكو باسو ولا رشيد رفيق ولا يسار. يسار اوي يسار تخي تخي دغول فخوشمون. هادو اللي وحسن الفد بيان سور. ما كان واحد نتمنى هو عبد الرؤوف الله يرحمه، ما كتبش. ان شاء الله هادو لي جون هادو ان شاء الله نتلاقاو في شي سين في شي فيستيفال ان شاء الله.